خش معاه في دور العند، خدها مننا ثانيه واحده، خدها مننا كلمه، احنا واقفين على الهوا يا عم. اتفضل. نحن الان امام دار القضاء العالي لرصد ما حدث اليوم من اقتحام عمال شركه قوطه للصلب لدار القضاء العالي. اتعرف بحضرتك السيد عبد الحكيم، قول لي اسباب اقتحام حضراتكم النهارده لدار القضاء العالي. هو اولا حضرتك، هو مش اقتحام زي ما انت بتقولي كده، ولكن هو كموعد مع السيد النائب العام تحديدا بالظبط يوم 20/9 لتلبيه مطالبنا، وهو بند واحد، وهو اخذ اجورنا. احنا ما بنطالبش لا بزيادات ولا بحوافز ولا بارباح سنويه. خليني اقول لحضرتك ان دار القضاء العالي قام باغلاق الابواب الاماميه والابواب الخلفيه، وحضراتكم دلوقتي موجودين فوق والعمال كانت بتطلع بتنط من فوق البيبان. لا حضرتك ده مش تمام، لان شفته بعيني. الامن نفسه، الامن الداخلي هو اللي اغلق الابواب عشان احنا منعا من الدخول. قفلوها الابواب، لو حضرتك لاحظتي الابواب دي انغلقت من الداخل بالاقفال، ما احنا ما اقتحمناش ابواب، بدليل ان في ناس بينا موجودين جوه، يبقى احنا اقتحمنا ازاي؟ ولكن هو النائب العام كان على ميعاد، احنا النهارده بنحل تيسير امورنا كلها ومطالبنا اللي احنا كنا منتظرينها مع ميعاد مع النائب العام اليوم. فاحنا كان بقالنا دلوقتي حضرتك من شهر 6 ما قبضناش، بقالنا 4 شهور، ده رابع شهر لينا، وكان في ميعاد مع النائب العام من 20 يوم، وقال لك كان يوم 10، وبعدين قال لك طب استحملوني لعندي يوم 20، والنهارده النائب العام كان موعدنا ان احنا نقبض ويخلص امورنا ويصفي امورنا كلها النهارده، جميع المتاخرات بتاعتنا، ولكن مفيش اي استجابه، بدليل ان هو اتصل بابواب اوطه وقال له نص ساعه وارد عليك. فمش عارفين بالظبط الحقيقه مين اللي بيشغل مين، النائب العام اللي بيشغل ابواب اوطه ولا ابواب اوطه اللي بيشغله. احكي لي مسلسل المشكله، بداية من ذهاب القصر الاتحادية وبعدين رئاسة الوزراء. تم الذهاب أولا لنقابة العمال بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير محضر وفي الاسم العاشر من رمضان وتحرير محضر بذلك، وتم تحويله لوزارة القوى العاملة، وزيرة القوى العاملة تم استدعائه ولكن دون جدوى معاه، وبعد كده حضرتك هم حولوها على قصر الاتحادية ديوان المظالم، وديوان المظالم حولنا على النائب العام، وكان في اكتر من ميعاد ان هو قال لك هقبض في يوم كذا، قد انا اكتر ميعاد ده الرابع او خامس ميعاد ليه. دلوقتي النائب العام، في حد من مكتب النائب العام رد على حضراتكم بخصوص القبض؟ ما فيش اي جدوى، ما فيش. هو قال لك النائب العام الاسبوع اللي فات قال لك يوم 20 قبل الساعه 12 تكونوا قابضين وماشيين، ولكن لحد الان حضرتك الساعه تجاوزت الواحده تماما وما فيش اي جدوى من النائب العام. عارف ان تواجدكم داخل دار القضاء العالي بهذا المنظر هو مخالف للقانون؟ احنا حضرتك مفيش اي، يعني مفيش اي تخريب، ولا في، احنا واقفين وقفه احتجاجيه، وقفه عامه جدا، مفيش، بمطالب سلميه تماما، مفيش اي تخريب ولا في اي حاجه. احنا جايين بناء عن ميعاد من النائب العام يوم 20 تيجي تقبضه، لكن لا في تم اقتحام. هو الامن من الداخل هو الوحيد اللي قفل الابواب من الداخل ومنع دخول المواطنين عشان احنا ما نخشش، مش احنا اللي منعناهم.
اتعرف بحضرتك. انساد عمار من محافظه الشرقيه، وعامل في شركه اوطه للصلب. دلوقتي يا ستي خليك انت مكاننا، دلوقتي ناس دخل علينا رمضان، دخل علينا عيد، دخل علينا مدارس، كلنا اقل واحد فينا له 3 4 عيال في المدارس. انا عن نفسي ليا 3 عيال في المدارس. الوقت دخل علينا عيد ما عرفناش قعدنا عيالنا واربع 3 شهور دلوقتي، بلا من شهر 7 و8 و9 ما قبضناش مرتب. ازاي بقى تعقل انت؟ اديني عقل مثلا اني افكر بيه ان انا دلوقتي ما اعملش اي جريمه مثلا في البلد دلوقتي. اعتبر انا عايز اموت. ليه؟ لان عيالي بيموتوا في البيت. انا بقالي دلوقتي 3 شهور ما قبضتش. اي واحد في الدنيا كده في مصر ديت، المدرسين اللي بياخدوا كل واحد داخل على 2000 جنيه، عاملين اعتصام شباب مرتبات 3000 جنيه. ازاي ديت؟ ازاي انا راجل عامل بسيط والدكتور محمد مرسي قبل انتخابات الرئاسه، انا بناشد الدكتور محمد مرسي الدكتور رجب منديل، قالوا ان في 17 مليون عامل فين؟ في القطاع الخاص. انا اخلي بالي منهم. انا مصنع حديد صلب، يعني مصنع ذهب، مصنع حديد صلب، مصنع ذهب يكسب بالدقيقه. ازاي مصنع ده يقف وفي خطين، خطين انتاج، خطين انتاج يقفوا وما يطلعوش انتاج، والعمال 380 عامل، مش اقول لك 400,000 عامل ولا 1500 عامل، مش لاقيين مرتباتهم. لماذا تجاوزت الوقفه باب دار القضاء العالي ودخلت جوه؟ اقول لك تجاوزت ليه. دلوقتي اول حاجه احنا من قبل رمضان واحنا في المشكله دي، رحنا يوم 20 رمضان قدام مجلس الوزراء، قعدنا اسبوعين قدام مجلس الوزراء، قابلنا الدكتور هشام قنديل، بعت معانا مرسال دكتور هشام قنديل، بعت مرسال مع واحد من القوى العامله اللي هو اللي ماسك النقابه بتاعتنا، راح لمكتب العمل لوزير القوى العامله الدكتور خالد الازهري. دلنا اسبوع اجتمع بينا الدكتور خالد الازهري بعد العيد، بعد العيد رحنا للدكتور خالد الازهري، قعد عملنا اجتماع لينا وقعدنا في قاعه المؤتمرات، اجتمع بينا قال يا جماعه مطالبكم، قلنا له مطالبنا احنا عايزين نشغل المصنع، احنا عايزين نشتغل ونطفح الدم من الشغل واخر الشهر لا مرتب لينا نصرف بيه على عيالنا ونصرف بيه على بيوتنا. راح مطلع ليه صاحب المصنع وقف المصنع؟ دي بقى يسالوا هم بقى الناس دولكم، يسالوه انت موقف المصنع ليه؟ العمال دي ما بتقبضش ليه؟ العمال اللي هي بتشتغل عشان تاكل هي وعيالها ما بتشتغلش ليه؟ انا ما انا قسما بالله قدام سجوتي بالصواري ما ليا دخل في حياتي غير مرتبي. انا ماليش غير مرتبي دلوقتي، اعمل ايه في المرتبي؟ اروح اسرق؟ اروح ابلطج؟ احنا مش بتوعك، احنا ناس مؤمنين بالله ومن واحد الله سبحانه وتعالى، ولا بنسرق ولا بالبنط ولا حاجه. انت خليكي نفس مكانك، بقى لنا اربع شهور ما قبضناش. دكتور خالد الازهري عامل اجتماع في الـ في الـ في الـ في, الـ في القوى العامله، صرف لينا 20% من المرتب بتاعنا. يعمل ايه؟ 20% يعني 500 جنيه، 500 جنيه لما جه عليا رمضان وجاء عليا العيد وجت عليا المدارس، والله العظيم لحد دلوقتي مصرفت لعلي ما اديتش عيالي مصاريف الكتب بتاعتهم ما يسلموها. عيالي دلوقتي اقول لك ايه يعني؟ عايز اقول لك طيب امتى هيتم اخلاء دار القضاء العالي؟ يا ستي احنا في لحظه، احنا مش محتلين، احنا قاعدين هنا في الوقت، الوقت قعدنا اسبوع قبل قدام الوزاره، ما حدش استجاب لينا، كلها طلبات ورحل وخلاص. رحنا قصر الاتحاديه كتبنا شاوى وبعتنا شكوى للدكتور مرسي، ما فيش حد سال عننا. رحنا فين تاني؟ رحنا البنك مصر اللي هو سبق الدائن الوحيد ليه، ما حدش سال علينا. صرفونا 20% من المرتب بتاعنا، ادونا 500 جنيه، نعمل بيهم ال 500 جنيه دلوقتي. طالب بايه النهارده؟ بص حضرتك احنا عايزين المرتب وعايزين المصنع يشتغل، المرتب والمصنع يشتغل، لان ده مصنعنا احنا، احنا بقالنا فيه اكتر من 18 سنه. ايه هي الاسباب اللي خلت صاحب المصنع يقفله؟ اللي احنا نعرفه ان هو كان واخد قروض من البنك، ماشي، بعد كده بدات العمليه تريح. كنا بنشتغل وبننتج في اليوم، بننتج في اليوم 300 طن واحيانا 400 طن في اليوم. بدات العمليه تريح لغايه لما وصلت ل 50 طن في اليوم. احنا ما لناش ذنب، عليه كهرباء وعليه غاز وعليه ميه. احنا بقى لنا اكتر من 5 سنين بنشرب ميه من الجراكن، لان عليه فلوس للميه وعليه فلوس للغاز، بما يقدر بحوالي 17 مليون الغاز و17 مليون للميه واكتر من 30 مليون للكهرباء. فاحنا ما لناش ذنب، ده حصاد النظام السابق من الاخر. في حالة عدم استجابة عبد الوهاب قوطة لمطالبكم وعدم استجابة، يعني عدم قدرة النائب العام على حل المشكلة، ايه الاجراءات اللي انت تتخذها؟ والله طب احنا هنروح نعمل اكتر من كده. النائب العام اعلى سلطة، رئيس الجمهورية اعلى سلطة، هنروح لمين تاني؟ طب هنعمل هنكسر؟ هنخرب بلدنا؟ ده اللي اقدر اقوله، دي بلدنا. طالبوا بايه النهارده؟ احنا بنطالب بمرتباتنا والمرتبات المتأخرة. ماشي حضرتك، المرتبات المتأخرة احنا هي دي بس اللي احنا بنطالب بيها، احنا ما بنطالبش لا بزيادة ولا بأرباح زي الشركات التانية ولا كده. هو مش ويشغل المصنع،
ليه احنا مثلا 380 عامل ولا 400 عامل دلوقتي؟ يعني كلنا قاعدين ما فيش حد ليه مصدر. انا مثلا 17 سنه مثلا شغل وعندي مثلا 41 سنه، انا هعمل ايه؟ هروح فين تاني؟ هروح فين؟ مين انت لو عندك شركه هترد تشغليني؟ هترد تقدمي لي ورق وتشغليني وتامني عليا وانت شايفه حال البلد دلوقتي ماشي ازاي؟ لا ما ينفعش طبعا. طالب ايه النهارده؟ احنا بنطالب بالاب وبنقول لحضرتك يعني احنا ما اقتحمناش ان المحكمه ولا اقتحمنا البوابات، احنا ناس مسالمين جدا وناس مش مخربين، لكن حضرتك يعني بلاش الاتهامات الكذابه. يعني احنا بنتهم اتهامات كاذبه، انتوا موجودين فعلا جوه اللي هي بتتكلم او اللي هي بتصور او اللي هي بتعلن، تعلن الحقيقه ما تعلنش كذب او تزوق لقاء. حضرتك قول لي هتطلع امتى؟ هتطلعوا امتى من جوه دار القضاء العالي؟ احنا جايين دار القضاء العالي بناء على مواعيد وبناء على ردود منهم. احنا ما جيناش كده مننا لنفسنا. النائب العام ده ايه؟ مستلطه في البلد؟ ملوش ان هو ياثر مثلا على ابو ابوطه او غير ابو ابوطه؟ انت وجودك داخل دار القضاء العالي صحيح؟ حضرتك انا بسالك سؤال، وجودك داخل دار القضاء العالي جوه ساحه دار القضاء العالي ده صحيح؟ صحيح او مش صحيح ان بناء عن معاه؟ احنا عايزين رد منهم بقى. احنا عايزين رد بس كلمه ونمشي. اوراقنا هنا، اوراق شفتنا هنا مثلا. طيب قولي في اي رد جه من النائب العام او مكتب النائب العام؟ ما فيش اي استجابه خالص ولا فيش اي رد. ما استجابش للي احنا قلناه. ما فيش اي استجابه خالص، اكني يعني هقول لك ايه، ابو ابوطة واصل بيأثر عليه او هقول ايه؟ بس هم مطلبين احنا محتاجين مرتباتنا ومحتاجين تشغيل المصنع. مرتب وتشغيل المصنع، احنا بقى لنا زياده عن اربع شهور دلوقتي ما قبضناش. وده بقى حضرتك ننتقل للزميل استاذ كارم محمود في الاستوديو، شكرا.